الديربي البيضاوي انتهى البارح بجوج الجوج، مباراة سيطر فيها فريق الرجاء خصوصا في الشوط الثاني، وكان يمكن له ينتصر بسهولة. واش الحكم جيد هو اللي مخلاش الرجاء تنتصر، ولا أسباب أخرى؟ هنحاولوا نشوفوها بعد هذا الفاصل. اهلا بكم سيداتي وسادتي. قبل ما يعني 24 ساعه اقل من نهايه الديربي، واللي عرف احداث مؤسفه في نهايه المباراه بعد ان انتهت المباراه بالتعادل جوج الجوج، والكل علق الشماعه على الحكم الدولي رضوان جيد. من بعد تناقش مع بزاف الاخوان الرجاويين اللي ناس بعقلهم، قال لك سيدي جيد دار اخطاء مؤثره، بغينا نشوفوا الاخطاء المؤثره اللي دار جيد. وحده وحده مع كل اسباب كاش دوزو، لان ما عندناش حقوق ديال النشر ديال ايداع هاد اللقطات من طرف الشركه المغربيه لاستدعاء التلفازه، ولكن نحاول نتكلموا عليها لان كل شيء عارفها. اول حاجه تتكلموا مع الرجاوي تيقول لك ما طردش اللاعب الجهدي، ما طردش اللاعب الجهدي من بعد عاود شفت اللقطه. مع كل اسف الكره كانت بين الجعدي وزريده، زريده سبق الكره الجعدي، الجعدي مشى روتار في اخر اللقطه حاول يجمع رجلو، ولكن هذا هو التهور، ما كاينش خطا جسيم. وتكلمت مع بزاف الحكام الدوليين خارج المغرب وداخل المغرب، ما كاينش خطا جسيم، لان حتى القوه ما كانتش مفرطه، وحتى يعني كانت لا انادفيرتونس. يمكن واحد اخر يبان له خطا جسيم ويخرج حمراء، يبقى علاش الفار ما عايش لزيد؟ لان بزاف الناس تقول على جيد ما مشاش الفار، راه خص الفار يعيط لجيد، وكيما يكون متفق الفار مع جيد لاش يعيط له؟ تيكون متفقين دونك لا جيد ولا قزاز ايزون استيمي كو الكره نو ميريت با كارتون جون، نو ميريت با كارتون روج، ولكن فقط ورقه صفراء. يمكن انا نصيفطكم اللقطه اول مباراه ديال اللاعب خابه ديال الرجاء، اللي حتى هو كاين الوداديين تيقول لك كاين ورقه حمراء. جيد في اول المباراه، بغى يدبر المباراه، بغى يجير المباراه، وفضل يخرج فرقه ورقه صفراء. واش يمكننا نقولوا بان الخطا الجهدي هو اللي جعل الرجاء التعادل؟ لا لا، نكونوا واقعيين ان الرجاء كانت رابعه وب 11 ضد 11 في 8 دقائق الاخيره كان جاوها جوج فرص سهله التسجيل، خصوصا الفرصه ديال بوسكوت وما سجلتهاش، لان بوسكوت بغى يخرج بطل المباراه، بغى يخرج هو لا ستار ديال المباراة، سجل هدف رائع، بغى يسجل هدف ثاني، مع العلم أن كانوا جوج لاعبين بلاصين ساهلين باش يسجل الهدف الثاني، وكان يمكن الرجاء بعد دخل حفيظي يسجل أكثر من هدف، لأن الوداد عامت على الرجاء وخلات الوراء ديالها كله خاوي، وبالتالي مع لي زيسباس والموهبة ديال حفيظي كان كلهم يمشيو خمسة ولا ستة مرات رجاويين أون فاس ديال راسو ماس الحارس الودادي. من بعد يقول لك كاين خطأ ثاني، هو الخطأ ديال اللاعب زريدة ديال اللاعب المحاصي في التالي قبل من ضربه الجزاء اللي عطات التعادل، عاود الخطا 20 مره. تيبان بان المحاصي بغى يقلب على الخطا باش يضيع الوقت، مع كل الاسف مع كل العلم ان كان عنده مع العلم ان كان عنده الوقت الكافي باش يلعب باش يمشي يقلب على الهدف الثالث. من بعد طاح قبض كره بيدو جيد علينا على ضربه لمسة يد. واش هذا الخطا وقع على بعد 70 متر من الشبكه؟ واش هذا الخطا هو اللي جعل الرجاء تعادل؟ ان خطا تبقى سلطه تقديريه للحكم، كاين خطا حكم يعطي وحكم ما يعطيش، الفار ما عنده دخل في الخطا في وسط الميدان. وبالتالي واش هذا الخطا اللي تعلنوا جيد ولا ما علنوش، علما ان جوج دقائق قبل عطى انذار المكعاصي وكان يطردوا، لان المكعاصي تصر عليه كان يطردوا، بانت هذاك يمكن زيد كان معصب وما حطاش الخطا، هذا كله بان له بان الخطا ما كاينش. واش هذا الخطا هو التحكيم الكارثي؟ انا تنسولكم، انا اتساءل. من بعد قلت 3 دقائق بزاف، مشيت حسبتها كلها، كاين جوج دقائق وشي في الكراكاج الاول ديال، قلت لكم في الفيديو هذا الشيء، في الكراكاج الاول ديال الجمهور، جاء دقيقه وشي في الكراكاج الثاني، كاين واحد جوج دقائق ديال التوقف بسبب زريده، قلت لكم تحسبوها، وكاين 8 ديال التغييرات اللي تعطوه مع الدقائق. يعني كاين 8 دقائق وشي جيد لا يستيمي ماشي بوحدو، بستة بهم لي تواز اربيتر ديال وسط السونتر وكذلك لي تواز اربيتر الفار في 8 دقائق،
من بعد قال لك لا ما اعلان ضرب جزاء حتى دازت 8 دقائق، لا حيت من بعد تكون 8 دقائق وقع التغيير ديال اللاعب الهدودي، وبالتالي القانون يجبره جيد باش يزيد 30 ثانيه، لو كان خصو يعلن نهايه المباراه في الدقيقه 38 ثانيه، فوقاش اعلان على ضرب الجزاء الساذجه البليده اللي دار سي البداوي في الدقيقه 28 ثانيه. يمكن لكم تمشيو تحسبوها، يمكن لكم تمشيو ترجعوا تشوفوا فوقاش اعلان ضرب الجزاء بالضبط 28 ثانيه. يعني بكل صراحه انا وانا ماشي مختص التحكيم بدوش مع الحكام، يجب الحكام اللي ما قديش يخرجوا يقولوا الحقيقة لأن خايفين من جمهور الرجاء. أنا ماشي حكم ولكن تعلمت التحكيم بزاف هذه 16 و 17 سنة وهذه المستوى ديال التحكيم، ما شفت شي خطأ مؤثر ديال جيد البارح في المباراة. كاين اللي تيقول لك لا كاين كان خصو قاسي علينا على ضرب الجزاء الوداد بوجودة، علاش ما يكونش قاسي؟ احنا شو تنطلبوا من التحكيم؟ ما لا يطالبوا جمهور الرجاء التحكيم باش يكون عادل. واش جيد بجاب باش يعادل الرجاء مع الوداد؟ لا اظن، انه كان الرجاء باقي عند الثالث قبل جوج دقائق ما عنده ما يدير. واش عطاش ضربه جزاء الرجاء؟ عطاها بسهوله. واش يعني كانت واحد لومبيونس اوتور ديال الاربيتراج، اوتور دو لا بوليميك، ولا بوليميك اوتور ديال يعني الكومبلو اللي جعلت مع كل اسف لاعبين الرجاء في مباراه سهله وسهله جدا، فهم يديو في المباراه ويركزوا عليها ويفوزوا، بقاو يتفلاو لان تيفكروا في الحكم اكثر من تيفكروا في اللاعب. انا ما بغيش ندير هذا الفيديو البارح لان عارفكم كلكم معصبين وما يمكنكمش تسمعوا شنو نقول، وتا دابا انا متاكد من بزاف الرجاء ما يسمعوش يقولوا يسبوني في هذا رمضان الله يسامحهم. تنفهم انا كيفاش محب تيكون فريستري من بعد تضيع مباراه سهله بحال هكا، خصوصا المباراه اللي كتردوا على بعد الصندقه في الوداد وطلعوا المورال وصلت الابطال. اللي يمكن لي نقول اليوم هو ان الرجاء عند الفرقه الان بينات عند الفرقه باش تمشي بعيد باش تاهل على حساب الاهلي، ولكن بشرط ننسى الكومبلو وتنسى التحكيم. اما اذا تاف التحكيم راه تخسر مع الاهلي، ثقوا بيا تخسر مع الاهلي اذا تاف التحكيم. دونك الرجاء مشات لهاد البطوله، يمكن الجيش تكون اليوم على 13 نقطه، مشات حتى الصف الثاني، انا متاكد مشات حتى الصف الثاني. الرجاء بقات تقاطع الصفتات مع الفتح، خصوصا ان المباراه المقبله في الرباط مع الفتح، ولكن عندها عصبه الابطال هي اللي باقي لها هو الكاس العرش، وبالتالي خاصها تركز في عصبه الابطال. واش البارح جيد كان سبب في تعادل الرجاء اكثر من بوسكوت؟ لا اظن، بوسكوت اللي فضل راسو على 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 صحابه باش يجي الهدف الثالث. واش جيد كان سبب في تعادل الرجاء اكثر من البداوي؟ لا اظن، لان البداوي دار بيلانتي ساذج. واش جيد كان سبب في تعادل الرجاء اكثر من حكاس؟ لا اظن، لان الهدف تشجع على حكاس في البرومي بوطو، هذه المره الرابعه ولا الخامسه تشجع على الرجاء في سنتين ضد الفرق الكبرى، تشجل ضد الوداد في لالي، تشجل ضد الوداد الماضيه جوج بيوت من في لالي، تشجل ضد الاهلي في الروتو ميكا الرجاء ربح 1-0 وماشي للتاهل، ويعني ان ما يمكنش هذه الاهداف تشجل دائما نفس الطريقه على فريق يلعبوا من اجل ادوار طلائعيه. انا عارف ان الشيء اللي قلت لكم ماشي ما يعجبكمش، ولكن انا رمضان والله والله على ما اقول شهيد، تنقول داك الشيء اللي مقتنع به واللي تنعتقدو واللي مآمن به. الله بيناتنا، دونك عارفكم ما يعجبكمش الحال، ولكن فكرت ما نديرش حتى فيديو على هذا الموضوع، ولكن بعد قلت لا غندير فيديو لوجه الله، لان ما يمكنش نسكت، غنعطي رايي، نعطي المقتنعات ديالي، نعطي القناعات ديالي، نعطي المعتقدات ديالي، وانتم شغلكم. واش الرجاء وصلت لهذه الحاله اللي بعيده ب 13 نقطه بوتونسيال على الجيش بسبب جيد ولا بسبب رئيس جاء ووعد بالكثير والان حتى الصبان ما مخلصش، وعد بالكثير اللاعبين ما خلصش. برافو على اللاعبين اللي داروا لك الماتش البارح. دونك هي بغات الرجاء تمشي دير عصبة الأبطال، خصها الأول حاجة الرئيس يخلص واحد لا ترونج ديال البريم سيناتور، يلمي أجور، يخلص جميع لي صالير، يخلص جميع لي بريم، هادي هي الأولى، عاد نفكرو في شي آخر. وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله وشكراً.